بتكون يعني متأخرة شوية. نروح مع حضراتكم للأرقام الخاصة بالكابتن علاء عبد العال مع إيستن كامباني. الحقيقة إن هو خد 30 مباراة، فاز في 6 مباريات، اتعادل في 12 مباراة وخسر 12، يعني تقريبا الأرقام متوازية لحد كبير جدا. إن هو يتعادل 12 ويخسر 12 ويفوز 6 فقط، يعني أعتقد برضو مش أفضل حاجة، ولكن في المنتصف. فكرة إنك تيجي برضو في آخر الدوري يا يحيى أعتقد بتلحق اللي ممكن تلحق. طبعا يعني ارقام انا بشوفها الكابتن علاء عبد العال الحقيقه تولى الموضوع او المهمه في توقيت صعب جدا، شوف ارقام كويسه جدا، وعشان كده كان التعاطف اللي انت بتتكلمي فيها فرح جه امبارح، ويمكن كان في ناس كتير حابه ان هي تشوف إيسترن موجود الموسم اللي جاي. لكن انت بتتكلم برضه في الفرق اللي بتصارع، فرق كلها كبيره، انت بتتكلم كان المقاولين العرب، الجونه، إيسترن اللي قدم مستويات كبيره جدا وعظيمه جدا مع الكابتن علاء عبد العال. فالموضوع صراع الهبوط بشوفه مشتعل كان كمان اكتر بكتير جدا من صراع القمه ما بين زمالك وبيراميدز والنادي الاهلي. طيب نروح